وتنضم إلينا من مقر انعقاد المنتدى بشرم الشيخ مفدة التلفزيون المصري ميرفت المليبي. مرحبا بك ميرفت وبضيفك الكريم الدكتور محمد غنيم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بك وبضيفك. اهلا بكم مشاهدينا، ولسه مكملين مع حضراتكم تغطيتنا الخاصه لفعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم والمنعقد بمدينه شرم الشيخ، وحابين نلقي المزيد من التحليل حول فعاليات اليوم الثاني. ومعنا في اللوكيشن الخاص بالقناه الاولى الاستاذ الدكتور محمد غنيم عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، وصباح الخير عليكي وعلى كل المصريين. صباح الخير. يعني احنا طبعا النهارده في اليوم الثاني تابعنا على مدار الأيام اللي فاتت كان في فعاليات كتيرة جدا للمنتدى على هامش المنتدى طبعا، وتابعنا الجلسة الافتتاحية، ولكن هناك عناوين رئيسية لهذا المنتدى بيتبناها ربما هو التحول الرقمي والتكنولوجيا ما بعد جائحة كورونا، وأيضا مستقبل الصحة بعد جائحة كورونا. خلينا نلقي المزيد من الضوء أكتر على فكرة التحول التكنولوجي والتقدم التكنولوجي ما بعد جائحة كورونا. في البداية يعني طبعا احنا شاهدنا قبل الجلسة الافتتاحية لمدة يومين مجموعة من الورش التحضيرية شاركنا فيها كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كان من ضمنها زي ما حضرتك أشرتي التحول الرقمي والتكنولوجيا عموما ما بعد الكورونا. طبعا خلينا يعني نتفق في الأول ان جائحة كورونا كانت هي تعتبر اختبار حقيقي للبنية التحتية التكنولوجية في مصر. صحيح. وليست في مصر فقط ولكن في العالم. طبعا احنا شفنا موضوع التعليم عن بعد، التطور في مجال الصحة، ايضا في مجال اللقاحات عموما وتسجيل المواطنين بسهولة على المواقع الالكترونية وتلقي اللقاحات، فاصبح ان احنا ما هو قادم هو بالتحول الرقمي. نعم. ويمكن احنا كان لينا ايضا ملف خاص بالذكاء الاصطناعي والتطور الملحوظ في مجال الصحة، ولكن خلينا نتفق هذه الأزمة ليست هي أزمة في مصر، ولكن مصر أحسنت إدارة هذه الأزمة وبشهادات دولية طبعا. مظبوط، وزي ما سيادة الرئيس امبارح أشار في الجلسة الافتتاحية إن احنا من أقل الدول تضررا في الاقتصاد بأزمة كورونا، وده يرجع طبعا للفضل لله ثم إرادة المصريين. نعم. في قبولهم لإجراءات الإصلاح الاقتصادي بالضبط. يمكن مصر كانت سابقة بخطوة، طبعا ما كانش في علم بهذه الجائحة، ولكن كانت مصر بالفعل سابقة بخطوة سواء على صعيد البنية التحتية التكنولوجية أو كمان فكرة خطة الإصلاح الاقتصادي. كيف ساعدت هذه الخطوة أو الخطوة الاستباقية اللي اتخذتها مصر إنها تصمد أكتر من غيرها في التصدي لجائحة وتبعات جائحة كورونا؟ هو طبعا القيادة السياسية الحكيمة وأيضا إدارة الأزمة بطريقة لا تقوم بضرر المصريين، هو ده اللي أدى إن احنا نعبر هذه الأزمة. ويمكن حتى يعتبر احنا بنقول حتى من أهم الرسائل اللي بيقدمها المنتدى، احنا في معركة البقاء، نحن نعبر الأزمات من أجل البقاء. صحيح. نحن نعبر الأزمات من أجل الإنسانية. في رسالة هامة كمان ان هو يعني سيادة الرئيس أشار ليها ان وباء أو فيروس عمل كده في العالم، يا ريت ناس كتيرة تعيد حساباتها تاني. صحيح. فأنا شايف ان كورونا هي كانت بداية انطلاق، غير ان هو انذار، لكن بداية انطلاق لتطور في البحث العلمي في مختلف مجالاته، للابتكار، للإبداع. يعني بلاش ناخد الجانب السلبي، الجانب السلبي في الكورونا هيدينا إحباط، وإحنا الحمد لله شعب ودولة لا تعرف الإحباط ولا تعرف اليأس، لكن الجانب الإيجابي هو التطور الملحوظ اللي بدأ العالم يتسابق، التعاون المشترك ما بين مصر وما بين الدول. شفنا طبعا المساهمات اللي إحنا قدمناها لمجموعة من الدول، وأيضا مجموعة من الدول المساهمات اللي دعمتنا وسددتنا فيها خلال تلقي اللقاحات. فإحنا نتعايش في سلام، نبدع أكثر، ناخد هذه الجائحة أو هذه الأزمة إنها بداية لمرحلة جديدة من أجل الإنسانية. ويمكن حتى في نقطة مهمة برضو لازم أقول لحضرتك عليها، مشروع حياة كريمة. مشروع حياة كريمة ده طبعا هنتطرق ليه بالطبع، ولكن نقدر نقول إن مصر كانت على قدر تلقي الصدمة المفاجئة اللي حصلت للعالم كله، كانت على قدر إن هي تجتاز هذه الصدمة وتتخطاها وتخرج بيها من أقل الخسائر. مظبوط يا فندم، ما هو يعني احنا اللي شفناه في الواقع اللي احنا شاهدناه عموما ان احنا قدرنا نتصدى. احنا يعتبر من يعني شبه احنا ما عملناش غلق كامل، يعني كان في دايما هجوم وناس بتقول اعملوا غلق كامل. طب معلش انا هعمل غلق كامل، الشعب ده هيكون من فين؟ الناس يعني هتشتغل ازاي؟ لكن هو قدرة القيادة السياسية على إدارة الأزمة
ووعي شريحة كبيرة من المواطنين بأهمية الإجراءات الاحترازية، ده اللي أدى لصمودنا، وده اللي هيخلينا يعني حتى سيادة الرئيس قال جملة امبارح كمان إن لو لا قدر الله الأزمة دي يعني تصاعدت أو زادت، لا إحنا هنصمد اقتصاديا ويعني مش هتصيبنا أي ضرر إن شاء الله بإذن الله. فلا يعني في نقطة بقى مهمة كانت خاصة في التحول الرقمي والتكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي يمكن احنا من البروجكت او الموضوع اللي شغالين عليه اللي هو التنبؤ بالازمات والكوارث وكيفية الاستعداد لها، هو ده المستقبل، هو ده اللي جاي، ان احنا يعني من قبل ما حاجة بتحصل نبدأ نقول التوقعات زي حالة الطقس، هو بيتوقع حالة الطقس غدا ايه، فنفس الحكاية برضو في مجال الصحة في مجال الذكاء الاصطناعي عموما يعني. نعم، يمكن حياة كريمة يعتبر ضيف جديد على منتدى شباب العالم او على النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بعد ما اطلق السيد الرئيس هذه المبادرة الكريمة حياة كريمة لكل مواطنين. شايف حضرتك اهمية هذه المبادرة وانها موجودة دلوقتي وبنقدمها للعالم كمان، ان احنا بنصدرها للعالم وبنعلن عنها للعالم من خلال منتدى شباب العالم؟ يمكن سيادة الرئيس في احد المؤتمرات قال ان احنا هنبدأ نشتغل كدولة على بناء الانسان المصري. فبناء الانسان المصري ليست بالشعارات، لا، سيادة الرئيس من خلال مبادرة 100 مليون صحة، القضاء على فيروس سي، الكشف المبكر على الامراض، ان هو بدأ يهتم بالمواطن المصري في مجال الصحة في مجال التعليم وأيضا في توفير بيئة مناسبة لنشأته من خلال القضاء على العشوائيات، تطوير القرى الأكثر فقرا. فمشروع حياة كريمة فعلا كان ليه الحق أن يبقى موجود في منتدى الشباب العالم في نسخته الرابعة. يمكن احنا في متحف حياة كريمة جميع دول العالم وجميع الوفود المشاركة بتتعرف عليه، أيضا يمكن احنا في ورشة التكنولوجيا والتحول الرقمي حطينا من توصياتنا عمل مكتبة رقمية خاصة بحياة كريمة، لأن أكيد دول كثيرة هتستفيد من هذا المشروع الضخم، هذا المشروع التي يعني الذي يعني أدارت الدولة المصرية حسن إدارة وتكاتف الشعب المصري وجميع المؤسسات خلفها لدعمها. فحياة كريمة دي هي كرمت المصريين كلها ولسه هتكرم المصريين كلها وهتكرم العالم كله كمان. نعم طبعا هتبقى نموذج لكل العالم يقتدى بيه. طيب في الوقت اللي العالم كله بيتجه للإغلاق ودول كبرى واقتصادات كبرى ودول يعني معروف عنها بالدول الأوروبية بشكل عام، بعض الدول فيها بتتخذ إجراءات للإغلاق، في الوقت ده نفسه مصر بتحتضن منتدى شباب العالم ودعوة كريمة لكل شباب العالم للحضور، وطبعا في ظل إجراءات احترازية كاملة وكلنا يمكن لمسينها من خلال المنتدى من أول الوجود على أرض شرم الشيخ أو الوجود لمصر كمان في إجراءات احترازية كبيرة. الرسالة المهمة اللي ترسل بها مصر للعالم في هذا التوقيت في ظل انعقاد هذا المنتدى؟ هو الرسالة طبعا زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان احنا قادرون على مواجهة الازمات وعبور الازمات وايضا مواجهة التحديات. يمكن احنا كلنا وبما اني انا مشارك وزملائنا كتير مشاركين شفنا الاجراءات الاحترازية، كل 48 ساعة بتعمل PCR للمشاركين داخل القاعات، بتلاقي روبوتس، يمكن موضوع الروبوتس كانت حاجة جميلة، طول ما احنا ماشيين في اي مكان نلاقي على طول الاجراءات الاحترازية والمطهرات والمعقمات، اللي هو يعني خطوة بخطوة كانت ادارة المنتدى مع المشاركين حفاظا على سلامتهم وعلى صحتهم، وفي نفس الوقت ان هي رسالة لاي مؤتمر او اي محفل عموما يتم عمله، شوفوا يا جماعة إدارة المنتدى في منتدى شباب العالم عملت النسخة إزاي في إجراءاتها الاحترازية. يمكن أنا لما باجي مثلا أتفرج على ماتش كورة بعد ما الدول فتحت بتخضم المنظر في الجماهير، لكن لما باجي أشوف بقى النهاردة المنتدى لا، يا ريت بقى في الكورة وفي الفن وفي كل المجالات ياخدوا النموذج اللي تقدم في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة علشان نحافظ عموما على صحة سكان العالم كلهم. لا طبعا ده احنا نشيد بدور إدارة المنتدى ونشيد بالدولة المصرية. الواحد يعني رايح جاي فرحان ان هو مش قلقان، يعني ملتزمين بالماسكات، ما بنقعش الماسكات غير لو قاعدين بنتكلم مثلا في اللقاء زي ما حضرتك بناكل، لكن في بقية الأحوال بنلاقي حتى الروبوتس بينبه. وكمان كان من ضمن الشروط ان يكون حاصل على اللقاح، مظبوط، شهاده اللقاح دي كانت، موضوع اللقاح ده امر منتهي فعلا، ما حدش حضر المنتدى غير وهو حاصل على، لو هو مثلا واخد زي جونسون بياخد جرعه واحده، لكن لو اي نوع تاني بياخد جاي جرعتين، فبيكون حاصل واخد الكيو ار كود بتاعه. لكن هي النقطه الثانيه ان احنا حتى يعني هي قدامنا ان احنا اللون الثاني ده ده انا كان لون ثاني اول ما جيت من قيمه 3 ايام، بعد 48 ساعه بعمل مسحه ثانيه
وباخد اللون اللي بعده 48 ساعه واعمل مسحه ثالثه. هي دي الميزه، ان في متابعه دوريه من اداره المنتدى، مش خلاص انت واخد اللقاح فشكرا، لا احنا عارفين ان ممكن ان اللقاح بيقلل الاصابه بالكورونا لكن هو ما بيمنعهاش. فعلشان كده المسحه الدوريه، وده الجديد اللي احنا بنشوفه، مش بيعمل المسحه وخلاص، لا كل 48 ساعه واحنا نازلين في الفنادق عندنا تفضل عندك مسحتك النهارده، يبص دلوقتي على لون الشريطه في الايد، لا انت لسه عندك مسحه تاني. فتنظيم اكثر من رائع. احنا كمان خايفين على التنظيم ودايما بنقول طب احنا عندنا مسحه دلوقتي، لا كلنا بنساعد بعض لان ده منظرنا قصاد العالم. النهارده اتفرجي على الوفود كلها المشاركه والشباب اللي كله اللي مشارك معانا مشتاق للنسخه الرابعه، عاملين بالظبط اللي هم بعيد عن بيتهم بقالهم زي سنه وفرحوا ان هم رجعوا. ده مش كلامي، لا ده كلام المشاركين، انتوا يا جماعه سبتونا ليه؟ لا هي كورونا اللي حاولت تبعدنا عنكم، لكن احنا رجعنا تاني من بعض بالنسخه الرابعه، النسخه الجميله اللي بنحمل من خلالها رسائل كثيره للعالم اجمع، وان شاء الله باذن الله نشوف النسخه الخامسه والسادسه، ودايما مصر في الرياده دايما ان شاء الله، ودايما منورنا على شاشه القناه الاولى. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد غنيم، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم، شكرا. شكرا لحضراتكم مشاهدينا، ونعود لزمايلنا في الاستوديو.